من بغداد معي عبر الهاتف داوود السعد الخبير الأمني والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد داوود. مساء النور. هذا التقدم العسكري عندما نتحدث اليوم والتراجع في المقابل لداعش، عندما نتحدث عن 5% فقط ما زال يحتلها داعش هناك، ما المهم أن نعرفه عن هذه المساحة المتبقية للتنظيم؟ ألو، أسمعك سيد داوود، نحن على الهواء. نعم، فيما يتعلق بهذه المساحة المتبقية لا تشك شيء. الناحية العسكرية يعني القوات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب سيطرت بشكل كامل على أغلب هذه المناطق في الجانب الأيمن، الذي كان من المتوقع أن تكون فيه المعارك صعبة جدا، إلا أن التقدم بما يتعلق بالمدينة القديمة يبدو أنه اتخذ استراتيجية جديدة، خاصة مع استخدام العمل على حرب الشوارع. يعني اليوم أغلب هذه الأحياء لا يمكن فيها استخدام أي نوع من أنواع المدفعية أو الأسلحة المتوسطة حتى أو الثقيلة، لأنها مناطق قديمة جدا وذات بنية تحتية تختلف عن المناطق السابقة. أنا أعتقد بأن الوصول إلى هذه المرحلة وبقاء 5% لا يشكل شيء. بما يتعلق بموضوع إنهاء العمليات العسكرية في هذه المدينة، ربما يحتاج إلى وقت لوجود عدد من المدنيين، يعني داعش يحتجز مدنيين كدروع بشرية، وكذلك يستخدم أساليب منها القناصة واستخدام الانتحاريين، وربما حتى استخدام أساليب أخرى بعمليات تفخيم المنازل في هذه المدينة القديمة. وبالتالي اليوم العمليات العسكرية تعتمد على أسلوب حرب الشوارع. أنا أعتقد بأن القوات العراقية ستقوم بمحاصرة المناطق المتبقية في المدينة القديمة بشكل يعني متواصل خلال هذه الأيام، اليومين أو الثلاثة المقبلة، وبالتالي القيام بعملية عسكرية استباقية للقضاء على ما تبقى من عناصر داعش. يعني عاداتهم اليوم باتت قليلة جدا في هذه المنطقة، مع وجود أكثر من 250 ألف إلى 300 ألف مدني في هذه الأحياء. وماذا عن عددهم المحيطة بالمدينة القديمة؟ ماذا عن عددهم هم؟ يعني العدد قليل، ولكن ماذا هو هذا الرقم بشكل تقريبي؟ نعم، هم ربما لا يتجاوزون 500 عنصر، يعني حسب بعض التسريبات الموجودة من الأحياء، خاصة الأحياء القديمة، أغلبهم من القناصة والانتحاريين. يعني ما تبقى لعناصر تنظيم داعش الذين لم يتم قتلهم أو يتمكنوا من الهروب خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد بأن هذا العدد ربما لا يشكل شيء مع وجود قوة كبيرة جدا، قوة مدربة اليوم، قوات مكافحة الإرهاب والنخبة، هي من يقود العمليات في هذا الجانب من مدينة الموصل. وبالتالي أنا أعتقد أن برغم تصريحات القيادات العراقية بأنه يحتاج إلى وقت، لكن أنا أعتقد بأن العمليات تسير وفق ما مخطط لها، يعني على أرض المعركة في مدينة الموصل وخاصة المدينة القديمة. صحيح، ومع عدد السكان هذا 250 ألف تقول سيد داوود، يعني هذا ما يعول عليه صحيح تنظيم هناك كآخر ربما ورقة ممكن أن يعتمد عليها في تأخير انسحابه طرده. هو اعتمد على هذا الأسلوب في ربما انسحاب بعض عناصره من مناطق أخرى في الجانب الأيمن، وحتى عندما كان ينتقل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن قبل أشهر. أنا أعتقد بأن اليوم هؤلاء ربما يعني من خلال الضغط وعدم توفر المواد الغذائية واستمرار عمليات القصف أو ربما حتى حرب الشوارع، أنا أعتقد بأن التنظيم لم يتمكن من استغلال هؤلاء بشكل ما مخطط له، يعني بشكل الذي خطط له. وبالتالي القوات العراقية استخدمت استراتيجية جديدة أساسها هي المحافظة على أرواح المدنيين. نعم، سنتابع دائما آخر تطورات هذه الاستراتيجيات وهذه المعارك يوما بيوم معكم. من بغداد سيد داوود السعد الخبير الأمني والعسكري، شكرا لك على هذه المشاركة.